المسلمون، والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. أحسنت يا الهاشمي، طيب الله أنفاسك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، ما خاب والله من تمسك بكم. أمن من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما غريب يا مظلوم كربلاء. سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن والبركات. نبي الهدى صلى عليه مليكه، وبلغ عنا روحه تحفات. صلى عليه الله ما در شارق ولا حت نجوم الليل مبتدراتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخيط فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، يا ما تفتر بأبي وأمي، ما تبرح مصيبة لو مصيبة ترى. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات ماكو على وجه الأرض مثلهم شبيح، حق لها سيدتكم ومولاتكم. نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ، نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلوى، هو قبر ببا خمرى لدى الغربات، وقبر ببغداد
تركوه على جسر بغداد، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات نادي دحر رماني بالرزايا بكل غالي، وشتت لي أولادي عن يميني وعن شمالي، وما أشوف ساعة من الحزن مرتاح، وما أشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، ويزيد حزني لون عناعي على حسين. نادت نادت ودمع العين فوق الخد بادي، لا تسألوني يا خلق كلهم أولادي، لكن مصاب حسين صاطي في فادي. كل البكا والنوح والحسرة على حسين، أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسم، وأبكي على أبوهم جتيل لابن ملجم، ولو تسألوني يا خلق ياهو اللي أعظم، أعظم علي لو نعناعي على حسين. أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور، وانصب عليهم ماتمي في وسط القبور، وانسي الضلع اللي بصير الباب مكسور، كل المصايب هونتها مصيبة حسين. منهم بسامراء ومنهم في خراسان، ومنهم برد طيبة ومنهم برد كوفان، وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح حسين، وين اللي يواسيني على حسين؟ ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال مولانا الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه: التقية ديني ودين أجدادي، ومن لم يتقي فلا دين له. وقال سلام الله عليه: من لم يتقي يبلى بثلاث، إما أن يقتل أو ينفى أو يسجن. وقال: خذوا منا ولا تديعوا، فإن أدعتم فهو الهلاك، واقدموا إلينا إذا هدأت العين وخفت الأرجل. شوف شلون يشدد مولانا الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه على معنى التقية، ويوصي بها ويعدد أيضا كل الأمور المترتبة لو على أن الإنسان الذي أمر بالتقية لم يتقي ماذا يجري عليه. كل الاحترازات وضعها الإمام سلام الله عليه. ليش ولماذا وما الداعي؟ لإن وجد الإمام سلام الله عليه على أن أتباعه وأشياعه والموالين والمحبين وأبناءه وجل الهاشميين على وجه الخصوص بالذات، أن وجد على أن هذا المكان أو الحقبة الزمنية الذي يعيشون فيها وطئها وخيم عليهم،
ولذلك شدد، وجد الإمام على أن عجلة الموت بلا هوادة وبلا توقف، بل على أنها ليل ونهار بشتى أنواع القتل، سواء كان بالسم أو بالسيف أو بالإلقاء من أعلى شاهق أو بالإغراق، يعني بالإثقال بالحديد ثم الإغراق، أو بدفنه حي أو بصلبه حتى تعشعش في جسده الطيور. وجد هذه الحالات أيضا على أن الموالون والمحبون كانوا يتعقبون على أسمائهم وألوانهم، بل كانوا أيضا حتى على لكناتهم أيضا يتعقبون. ولذلك أوصى، مفهوم شنو المعنى؟ إن إذا كان واحد اسمه يكلف حياته، ما يتطلب من الإمام يقول له التقية ديني ودين أجيادي. لماذا نحن نتهم بالتقية؟ هي وضعت لهذه الغاية ولهذا الأمر ولهذا المضمون ولهذا المفهوم، حتى لا يأخذ البعض علينا على أن ديننا دين التقية. لا، أن الظرف الزمني الذي عاشه أهل البيت وأتباعهم في تلك الحقبة الزمنية في ظل حكم وجور وظلم دولة بني العباس، أن لا مفر ولا محيص إلا بالتقية. إن حتى في موته الموالي أصبح محتقر، ما عنده خيار، ما يجد لمن يدفنه أو من قبره. ولذلك شدد الإمام سلام الله عليه. وطبعا أنا مرارا وتكرارا أنا أحكي بمقدمة طويلة عريضة حتى أنا ما أغوص ونرجع ونكرر، بس الملاحظ إن ليش الإمام أوصى؟ شنو اللي حدث؟ شوف، في زمن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، وأنا مرارا وتكرارا تحدث وقلت، وهذا على عجالة للشيء بشيء، إن الإمام سلام الله عليه الصادق سلام الله عاين الدولة العباسية والدولة الأموية، انحسار الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. ولذلك الإمام كان همه الأكبر لأشياعه وأتباعه، لكون المؤسس للمذهب الجعفري، ألا تعولوا على سقوط دولة أو قيام دولة. إن ليش؟ إن ما حد يعول على ظالم. إن بزمن دولة بني العباس إجوا نشدوا أنفسهم مخلصين للناس، جاءوا وقالوا حينما لوحوا بتلك الشعارات الواهية، حينما قالوا إنما جئنا لإتمام الرسالة وإرساء العدالة، كان همهم الأكبر. صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا يرحمكم. أن كان هم الإمام الصادق سلام الله عليه أن يجنب أتباعه ويلات سقوط الدولة وقيام الدولة. ليش؟ كان بزمن العباسيين المغضوب عليهم هم أتباع النظام الأموي، اللي كانوا يوم من الأيام يتمتعون بالعطاء والخيرات، ما يوم من الأيام كان أحد من أتباع أهل البيت يتمتع بعطاء. أنتم على مدى الأزمان في نظر يعني أنتم المغضوب عليكم من قبل الحكام المتعاقبين اللي تعاقبوا على الحكم، ما يوم من الأيام لا تتمتعون بعطاء ولا عندكم مراكز سياسية ولا مراكز إدارية، هذا شيء معروف عنه. يعني اللي كان يتمتع بالعطاء اللي ذاك اللي يقدس ويجي بجل ويلعق حذاء ومرغ الفاح على الأنواع، معروف عنه. زين، هذا عطاء المين؟ لأي وقت مستمر؟ زوال هذا العطاء بزوال الدولة، يعني يسمونهم نخبة قبلية تتمتع بنفوذها وقوتها من عطاء السلطان. طب السلطان شنو مكانهم من الأعراب؟ صفر. إنزين، إجا سلطان خلاف هذا السلطان، موقعهم على أنهم أتباع النظام البائد. تعال نصحح احنا، انت وجيب حطه على المحكمه وسو قائمه طويله عريضه. الامام الصادق سلام الله عليه
لا تعولوا على سقوط النظام في هذا الأمر ولا قيام. عولوا على ماذا؟ على الله وما استودع فيكم منا. أول ما سلمت الدولة العباسية شنو اللي صار؟ القتل والذبح في الأمويين؟ لا، من عقب وقعت الدوانيقي، أقول أبو العباس السفاح اللي سواها في مجلسه، فرش اسماط المائدة على الأمويين اللي ذبحهم، ما حدث شيء. تعال شوف الدوانيقي شو مسوي، شوف ما الذي صنع هاي الدولة العباسية، حتى تعرف ليش الإمام موسى الكاظم شدد على التقية ديني ودين أجدادي. شاف هذا لماذا يصنعون؟ يبحث بس فقط عن ذريعة حتى ينكل بيك فيك، عاشرتها وشفتها وتعرف شنو معنى ذريعة فقط حتى ينكل بيك. الآن ما محتاج لذريعة، لفقط لمجرد الانتماء والموالاة والمحبة للإمام علي. ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه قال حينما حدثت واقعة أبناء الإمام الحسن سلام الله عليه، ما فعلت بني أمية معشار ما سيفعل بني العباس، ما فعل. اللي بيهدم سجن على رؤوس أبرياء، امرأة من بني هاشم تقول لها أخذتون عبد الله بن الحسن شيخ كبير، صار لنا 8 شهور نبحث من مكان لمكان عن أولادنا وأزواجنا وأبائنا، ما حد قال لنا من الجلاوزة موجود عنده بسجن، وهو جاي حاسب نفسه زائر لقبر النبي هذا الدوانيقي عليه لعائن الله. وقفت شاورت بيدها يا ابن العم احدى البنيات الهاشمية، احد الجلواز حال بينه وبينه، قال من؟ قال واحدة تحشي تقول يا ابن العم، قال اكيد هاشمية خلها تجي. سألها ما بالك، ماذا تريدين؟ قالت له يا ابن العم عبد الله ابن الحسن شيخ كبير. بعد رفع ايده قال ذكرتيني انا ناسين هذا، ترى لا نعمن عيناك ارجعي روحي، يعني يقول له مو حمل السجن. قال انا عم عيناك. الايد الثانية للجلواز، قال الليلة اهدم السجن على رؤوسي. شو تريد؟ هذين العباسيين ليل والله الهاشميين ركع سجد بقيودهم، كانوا الأغلال ما فكت منهم، هدموا السجون على رؤوسهم، ما أعطى مجال يطلع لا يروح لا يمين. بعد استشهاد الإمام الصادق سلام الله عليه زج بالإمام، قطب الأمة زج به في السجن. وانت تعرف شنو معنات هذا الشيء، لما نجيب قائد وإلى مكانة الاجتماعية والدينية والعلمية وتستهدف مباشرة، تستهدف الأمة كلها، كأنك تقول له ما في ماكو حصانة لأحد، لا حصانة لأحد، الرأس الأكبر احنا عدنا بالسجن. تعرف شنو اللي حدث عقب سجن الإمام مباشرة؟ أنا وأنت من استطيع الواحد منا يتفوه باسمه، محطوط عليه علامة للتعريف أن هذا الشخص ترابي والترابي مغضوب عليه، يعني يقتل يقتل يذبح يذبح. شايف داعش تسوي اليوم؟ إن كان المسيح تعفيه وتقل لهات شلح هذومه وتخليه بالشارع بحجة الطهرة وتقدام، شنو هذا دين؟ هكذا أراد الله سبحانه وتعالى؟ الدين دين يسر، دين سلم، حصن للدماء وحقنها وصون للأعراض، هذا دين اتخير مجبر مكره غصبا عنك، ويوم اللي يقول لا إله يا أما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يا أما السيف، قلت أشهد أن لا إله إلا الله يشلع هدومك بالشارع الآن يجي دكتور يطهرك قدام الملأ، وخلنا احنا نشوف فرجة للعالم الدماء منهم يصير جال كبار ما له علاقة. هذا شنو هذا؟ النبي ما أكرههم بذاك الزمان على الإسلام، لكم دينكم ولي دين. الله سبحانه وتعالى في كل الأمور لا إكراه في الدين، غيبا يا آدم خلي يعبد، هذا تبين الرشد من الغيب، ما هو أصلح وما هو أنفع باختياره وبإرادته يستطيع يختار، مو بكيفك أنت تجيب واحد ما هذا دين، هذا هذا إسلام بهذا الخيار بهذه الصورة ما عندك مجال. بعد بنقول هاي المسيحي وبيخابي داهن لك من هو على
مذهبه مثلا، لكن ما عند أتباع أهل البيت خيار إلا الذبح. فاهمها هذه شنو معناها؟ ما عنده خيار إلا الذبح، ويتسابق المتسابق على الذبح، ويبيع كل من مذهبه ودينه من أجل أن يتسابق إلى هذه العضوة. قاتلهم الله، يتفاخر واقف يقول لك نحرنا السيء وابنه السيد ابن رسول الله، تتفاخر بذبحك إلى نحرنا ثم نحرنا ابنه، يتفاخر بالذبح، هذا دين؟ هذا يجيب هذا الوغد الحميد ابن قحطبة عليه لعائن الله ويقول له تفضل اي كثر تحبنا وتوالينا، مالي بيقول لك شنو تفادينا، ما اريد مالك، مالك من الاساس مالنا، من قال لك ان احد يملك شيء؟ لا بزمن الامويين ولا بزمن العباسيين. قال له من الاساس، شاور على السحابه وقال له شايفها وين رايحه هذه السحابه؟ اينما تمطرين ياتيني قراجك. كل شيء عندنا احنا، انت وزوجتك وابنائك عبد خول جوار، شو تريد؟ فاديني بغير هذا اللي احنا نمتلكه، فاديني بشيء ما نمتلكه. قال بديني، بدينك تفضل. باع الدين، اذا من واحد يبيع دينه شنو يصير؟ تعرفه لا دين له، يعني قاسي القلب، كل شيء يصنع، كل شيء يسوغ له. قال له تفضل هذا السيف، 60 علوي، 60 علوي بدم بارد. أنا شلون أوصفها؟ شفت شلون يجيبها قدام العين كاميرات؟ ما أدري يعني هذا التصوير شلون يجيبونه. هو هذا شيء طريقتهم التوحش أصلا. وأنا أضرب لك مثال، يعني هذا مو وليد الصدفة، هذا هذا الأمر الذي كان يمارس من دي قبل دولة من العباس. من قال لك أولا عندهم جيش نظامي؟ أول ما تأسسوا جيش عصابات، يقول ادخل المدينة الأولية افعل ما تفعل من التوحش، يعني اقطع الروس، استبيح الأعراض، سوق النساء، سومهم سوم العبيد، تسلم المدينة اللي عقبها طوعيا. هو مبدأ التوحش عندهم، مو وليد صدفة، ما مخترعينه وحاطينه في كتب في كتاب العقيدة عندهم. من قال هذا؟ سوى عيسى بن مهان، دخل على هالكثر مدينة لمجرد أن يقول عيسى الكل سلم، عيسى بن مهان بالاسم، المدينة تسلم طوعية. عموما نفس العملية، الذبح عندهم مثل شربة الماء. ليش؟ ماكو دين. أنساه الله ذكر، يعني استحوذ عليه الشيطان فأنساه الله، فأنساه ذكر الله العظيم سبحانه وتعالى. جاب عطاه السيف، طلع 60 علوي، جاب الصغير قدام الكبير، يذبح الأبو قدام الولد والولد قدام الأبو، بدم بارد. شنو بدم بارد؟ يعني يقطع عرق روح للي عقبه، ويقطع عرق خلي ذاك يشوف الكل يتعدى بيصرخ. هكذا كان يصنع، ثم يرجع من البداية يتلدد. قال له واحد من الهاشميين، يعني أنا ما أريدك، اقتلني قبل أن تقتل ابني، ما أريد أشوفه قدامي يتعذب، ارحمنا في قرابتنا رسول الله. قال ولائي لهارون خير لي من جدك ومن شفاعته يوم القيامة. يعرفون الله هذولين، ما تريد الإمام يقول التقية ديني، تخفف نوعا ما من عجلة الموت المتسارعة. اللي يمشي 160 غير اللي يمشي 60، لما يصطدم بشيء هذا اللي جاي مسرع 160 غير اللي جاي يمشي 80، قدر من الأمكان يخفف وطأ الموت وعجلة الموت المتسارعة. مو الغاية أن يوقف نوعا ما نزيف من الدم، يحافظ على هذا الإرث، هذا إرث أهل البيت. من قال التقية ديني ودين أجدادي؟ شايف ما الذي يصنع هؤلاء؟ يتقرب بذبحه للموالين والمحبين والهاشميين بولايته لهارون عليه لعائن الله. 2 واقف واحد من الثاني،
ندح عليه بالغلط، انسي قال علي ما قال عبد الله. ودولاك استخدموا الكنى من ذاك الايام، ابو كذا الكذا، ابو كذا الكذا، يعني انا علي امير المؤمنين في بلاد، في كتاب البلاد والفتن على ما اعتقد، لما ذكر قال رؤوسهم مرخية، يعني مو من المرخ يعني مرتخية على أكتافهم، يعني معنى لي يعني أجلهم والله رأسي يعني مرتخية على أكتافهم، يعني مطلقة شعورهم مطلقة، وأسماءهم الكنى ونسبتهم القرى، يعني اسمه بالكنى، أبو بكر البغدادي، أبو لهب العراقي والليبي والشيشاني، من زمان أسماءهم الكنى ونسبتهم القرى. يا ذين أصحاب رايات السود، من اليوم يعني، لا والله من يوم السقيف، من يوم السقيف لما مجنوا هذا المجون العقائدي الطوار صار عندنا، اليوم بتشوفه بعد لا بينمو بيطلع بينشق منه فصيل إلى ما هو أسوأ. العالم الوين رايح؟ يعني مو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس؟ هو لو واحد متقي وعنده ورع وعنده إيمان وجاهد نفسه مجاهدة ما علت ولا مالت، ولا أصبح الدين لعق على ألسن الناس، ما يحكم الناس ولا يحكم ضمائرهم إلا الإيمان والتقوى والورع والالتزام الصحيح بالإسلام الصحيح. شنو عندهم من تطبيق الإسلام صحيح هؤلاء؟ ما اختلفت، يعني أنت تجيب وقائع تاريخية يومية تشوفها قدام عينك، هي الأمور كلها حدثت بزمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. عموما إذا نشوف الإمام زج به في السجن، وتعقبوا أبناءه في كل مكان، وصاح بين الملأ، يعني ارتفع الصوت وقرعت الطبول، يعني طالع واحد بين الناس وبين الملأ يقرأ بريات الذمة لمن يؤوي علوي، صار بين الملأ بريات الذمة لمن يؤوي علوي، والإمام أمر أن يتفرق أبناءه حتى ما ينقطع النسل العلوي. وانا كان ما وصلتون اليوم المرخ، انا اقول لك ما شفت السادة بكل مكان، وبكل مكان السادة انتشروا، يابى الله الا ان يتم نوره، ما شفت من والعلم لا يوقف واحد اليوم، يعني نفس ما من يومين قال احنا السيد عندنا اللي ينولد يوم الجمعة، قلت السيد عندنا ابن رسول الله، قال ليش دراج، قلت له من ذاك الزمان يميزونه عن غيره، قال له سادات الناس، سيد ابن سيد ابن سيد، يوصل نسبه الى نبي الرحمة محمد. المسألة مو تفاخر في الانساب، ما لها علاقة بتفاخر في الانساب، خلها على كتر الإمام تفكيره بهذا المعنى وبهذا المضمون، مثل ما حافظ على تراث أهل البيت أيضا هناك من هم حفظة وحاملين لهذا المعنى. جيب لي ناس بذاك الزمان أفصح من الهاشميين يتمتع بفصاحة ويتمتع بكياسة وعنده كاريزما، يعني عنده جذب للناس، الناس تنجذب إلى لعذوبة منطقي يجدون فيهم أي الأمن والأمان لشجاعتهم، يعني في يطلع حامل وياه شنو فكر أهل البيت وبلغ به الرسالة. لو انقطع هذا كله من ذاك الزمان، هذا الزمان ما وجدت إلا داعش وأضرابها في كل مكان وعشقشوا، لكن بقاؤكم أنتم اللي من ذاك الزمان صارعتم الموت والقهر والاضطهاد والظلم، وكان لكم في أهل البيت أسوة حسنة واقتداء بما هو أنمى وأنقى وأطهر، وبما هو في إشارة النبي صلى الله عليه بأيهم اقتديتم اهتديتم، فسرتم على ذلك المسار فكنتم ضمن الذي فيه يقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا، وإلا ما بقى من فكرة أهل البيت شيء. عرفت شنو التضحية وشنو معناتها؟ ليش الإمام ضحي؟ على كل الإمام وضع أول ما زج به في سجن المدينة،
عند من؟ عند عيسى ابن منصور الدوانيكي عليه العائلة. بعث إلى هارون قال له أنا اقتل موسى اقتله. جاب خاصة من عنده مستشارين قال لهم هذا هارون قد أوعز إلي بأن أقتل موسى، ماذا تقولون؟ قالوا له ويحك ضع عليه العيون أولا. شوف ايش يقول وضع عليه العيون. إمامكم ليش راهب بني هاشم؟ دث فنات صاحب السجدة الطويلة ليش؟ يقول وضعت عليه العيون فما وجدته يدعو عليك يعني يا هارون ولا علي. بماذا يدعو؟ قال يدعو لنفسه ولأتباعه بالفرج. ماذا يقول؟ يقول اللهم أزح هذه الغمة عن هذه الأمة. الله وياك سيدي ومولاي سبب الغمة التي جاثمة على صدورنا أزح بدون تسمية راح. اللهم ما وجدته ما محتاج يدعي على هارون. من مثال ما أبرزه لنا الإمام سلام الله عليه من التقية إلها ضوابط معينة تترتب على العواقب. إذا أنت ما اتقيت شنو اللي يصير؟ مو فقط الأذى، إذا بيكون الأذى وقتي وعلى فردي، لا لما يكون الأذى يقع على الجماعة كلها. أضرب لك مثال أنا أختم يعني ما أريد الإطالة يعني. المولانا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول رب أخ لك في المدينة يقتل، شوف رب أخ لك في المدينة يقتل لأن أخ له في الكوفة لم يتقي. دورها بما مخك وشوف ايش وقف قاعد بالكوفة عنده فسحة ومجال يشتم اللي يشتمه ويقول اللي يقوله بكيفه. يطلع له يطلع لك واحد بأهل المدينة المغلوبين على أمرهم وشيل السيف من عرض، اسمع فلان تبعكم في تلك البقعة ينال منه ومن فلان ومن علان ويدبح هذاك يحكي وهذا يدبح. تعرف شنو معناتها هذه؟ رب أخ لك في المدينة يقتل، في المدينة يقتل كل يوم واحد حاط لبوقه هناك ويلعي ما يدري ايش صاير حالت مالت مطمئن لان اخ له في الكوفة. لمن ليش الكوفة وصف؟ لما يجي واحد يقول له انزل تطلع لك يا لي متحج يا لي ما الكل يقف. معدكم امثلة يعني عبد الله بن عفيف الازدي وقف الى انما يفتضح الكذابة انت وابوك يا ابن زياد يوم همه وبقتله قالوا يا للعز وقفت قبائل عندهم ردة قبلية هنا الكوفة احكي ما تحكي تشتم ما تشتم بس انت هذه شتيمتك شوف هل وين توصل. جرى والله أريق الدماء على أثرها واحد يحاسب. الإمام موسى الكاظم يقول إن لم تتقي تبلى بثلاث، واحدة من ثلاث، إما أن تقتل أو تنفى أو تسجن. فالوضع اللي عاشه الإمام وشافه إذا هو الإمام نفسه ما عنده أمان على نفسه زج به في السجن وتعقبوا أبنائهم في أبنائه في شتى بقاع الأرض، اللي استشهد واللي فرهم على وجهه واللي مات ما حد يدري على أن ابن رسول الله ما حد يدري. ولما يستخبرون على أن هذا ابن رسول الله يستخرجون الجسد يحرقونه ويسحلونه يعلقونه بهذه الصورة. على كل، ولذلك الإمام قاعد في قعر السجن شنو كان دعاءه؟ ما معرض هارون يقول اللهم اقضي على هارون واتلف هارون واذبح هارون واضرب هارون، اللهم ازح هذه الغمة عن هذه الأمة، ربي لا تدر على الأرض من الكافرين. يرى دعاء نوح ما يعرف فلان كل يوم يجيبه يربط ايده من وراء ويضربه على أذائنا لين ما تدمى أذانا، ما يعرف على أن فلان هذا يوميا يقتل غلمان كل يوم يشوفهم يعرفهم بالاسم بس رفع ايده الى السماء بدون ما يذكر اسم واحد منهم.
ولذلك يقول الإمام سلام عليكم بسلاح الأنبياء الدعاء. تبين عندكم دعاء. ولذلك يقول ما وجدته، شوف، يدعو عليك أو علي، يدعو لنفسه وأتباعه بالفرج، إن لم تبعث إلى أحد يأخذه مني وإلا أطلقت سراحه. جابوا الوين؟ عند الفضل. الفضل وسع عليه، خلى حتى ثقاته وخاصة يدخلون عنده. دخل من دخل وجد الإمام شلون قائم يصلي وشلون صاحب السجدة الطويلة. بلغ هذا الأمر إلى هارون، مرتاح لهذا الأمر، أغلظ عليه في القول، ماذا فعلت لك موسى لكي تمنيه أو تدخل عليه من يهوى ويحب أو تطعمه من أطايب الطعام أو الشراب، ما بعثت لك بموسى إلا لتقضي عليه. صار الحكي ما بينهم، اتدخل الفضل بن الربيع وشال من عنده. وين ودى؟ عند يحيى ابن عيسى ابن الفضل ابن الربيع، ودى عنده، مكث بس برها حتى يهيئون الطامورة إلى الإمام سلام الله عليه يعني. استخرجوا من هذا المكان ودوا للطامورة السندي بن شاهك، لكن على أي حال، بأي صورة استخرجوا الإمام أمام الملأ، أثقلوه بالحديد من رأسه إلى رجله، يعني شدوا الحديد في عنقه وفي ذراعيه وفي رجليه، يعني يمشي ومن خلف كرتين مدلين من الحديد، مين يستطيع يمشي؟ إذا وقع الإمام سلام الله على الأرض كانوا يقرعونه بالسياط ويجرونه حتى يقف، والشيعة من اليمين والشمال تنظر الإمام يضع سبابته هكذا، يقول لنا مصمتوا ترى مجزرة تصير، لحد ينغر، دعوا هذا الأداء يقع عليه أمام ملأ الشيعة. تعرف شنو معنى؟ أرادوا أن يكفروا أتباعه وأشياء، يقول هذا إمامكم ما حد فيكم محصن. والإمام أراد أن لا تقع مجزرة في ذلك اليوم، إلى أن بلغوا به إلى طامرة السندي بن شاهك. تعرف أنت ابن سويد، يقول لا 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 التفت لروحك، لا يضعف يقينك فينا، ترى ها أنا وعدي وياكم مو بهذا المكان، التفت. بلغوا به إلى طامرة السندي بن شاهك، مهما بلغت أعتاب عدد أعتاب السجن، يقول ابن السندي بن شاهك فكوا حديده ليتسنى لنا أن ننزله إلى قاع السجن. أبو شلون ينزل الإمام بأغلال حديد؟ شلون؟ يقول أراد أن ينزل فانكب على وجهه بأبي وأمي، يقول ما رادوا أن يرفعوه بل جروه من أقياده على أعتاب ذلك السجن، ما أن بلغوا به إلى القاع إلا وقد تدكدكت أعظامه. يعز عليكم والله يا سادة وأنتم تنتسبون إلى هذا الإمام، وضعوه في تلك الطامورة لا يعرف ليله من نهاره فيها، ما طاقت نفسه إلى الصعود إلا وجروه من أقياده مرة أخرى. وعدكم وعد وياه، عدكم وعد على جسر بغداد، يقول له سيدي شلون وين الوعد؟ قال له الوعد عقب ثلاثة أيام على جسر بغداد. ابلغ الشيعة ما كان هذا الوعد، والله شيعتك بلغت إلى هذا المكان، اليوم رفعوا الجنازة واجتازوا بها على جسر الرصافة، حفاة الأقدام يلطمون ملايين اللي بلغت، يلطمون على رؤوسهم يجددون البيعة والعهد والولاء إلى سيدكم ومولاكم، وهم ينادون وإماما. والكل كان يصرخ ويلطم، اليوم هاليوم نعزي فاطمة صاحبة العزاء والمصيبة الكبرى. متى هذا يكون؟ ابن سويد قلنا ثلاثة أيام، لكن ثلاثة أيام أنا لسيدكم ومولاكم
أن يلقى الله شهيدا سعيدا. ما تمالك هذا الملعون هارون إلا وأن دس إمامكم السم في سجنه. يكفيه ألم على أنه صابر ومر الصبر على هذا المكان ما يعرف ليلة من ناره، وإذا بذلك أيضا وإذا بمرارة السم تسري في بدنه أحس من فيه إلى سرته، كأنما يقطع بالمواسي، يقطع بالسكاكين أو يشرح بالمواسي. بقي 3 أيام يؤنونين أن يقطع القلوب ويفتت الأكباد. وحينما دنا أجله استقبل القبلة وقرأ شيء من القرآن ثم ختمه، ثم مد يديه وأسبل رجليه وغمض عينه وأطبق فاه وفاضت روحه الشريفة. هل من منادي؟ أيوة إماما. أين المنادي؟ أيها سيدا. وما يضمن فؤاد أمر ذلك الملعون بأن تحمل جنازة الإمام على حمامي الأربعة قد لبسوا على هيكلية اليهود والشيعة، وسليمان وابن سويد ينتظرون، وإذا بأربعة قد حملوا جنازة. وإن جابوا جنازة الإمام ألقوها على جسر بغداد. ما الله ما فكوا ذلك الحديد لا من عنقه ولا من يديه ولا من ساقه. انسال بعض من الناس يتساءل عنده فضول، شنو هاي الجنازة؟ التمت الناس وطعوا إمامكم بأقدامهم. يقول سليمان شوف هؤلاء الرجاجيل، من هؤلاء؟ اضربوا السواد إذا علمتم على أنهم من جلاوزة بني العباس. أنا موجود. انحدر أول ما جت الإشارة، قم يا سليمان ترى هذولين من جلاوزة بني العباس. انحدر سليمان يعدو، إجا عن جنازة الإمام ويا الطبيب، شوية عاين رفع رأسه ونادى أيها الناس، مو ذاك النداء اللي نادوا، أيها الناس ألا من أراد أن يشيع الطيب ابن الطيب الإمام ابن الإمام فهذا إمامكم ملقا على جسر بغداد. فانثال الجمع من كل حدب وصوب حفاة الأقدام وهم يلطمون على رؤوسهم وهم ينادون وإماما وسيدا. ويا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيدة على حمام الأربعة تبكي حالتها العدة. حول سليمان صارخ من سمع ذاك الندى، قوموا يا شيعة قوموا شيعوا إمامكم هذا. لكن يا قلب ذوب ويا دمع عيني تفجر للي قضى بسجن الرجس قلبهم فطار، ما شاف بالدنيا ولا سعانية بسرداب مظلم يجرع حتوف المنية، وبالسجن ما يعرف نهاره من العشية. سموا صبر قلبهم فطر والصبر مر، وامر الطاغ تشين من جعفر حمامي وشالوا الجنازة. وويلاه وينكم يا شيعة؟ وشالوا الجنازة ولا مشت خلفه رجاجيل، وفوق الجسر دبوه وبرجله زناجيل، وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعار، وشيعة علي الكرار حالتهم شديدة. ليش؟ ليش حالتهم شديدة؟ الحالة الذي وجدوا عليه الإمام ميسر. وحاخ شيعة علي الكرار حالتهم شديدة، من
من عاينهم غللوا بالساق قيده فوق الجسر ذبوه ما فكوا حديده صاحت يا ابو ابراهيم يومك صاير اقشار عزني تبدد يا فخر طيبة وتهامة كل يوم نترجاك مو هاي الحالة اللي كنا نرتجي ان نراك عليها ما نجدك على هذه الحالة ملقا على جسر بغداد مغللا ومثقلا باقيادك مو هذا الذي كنا ننتظره او نأمله اخ عزني تبدد يا فخر طيبة وتهامة كل يوم نترجاك تطلع بالسلامة أثار الدهر بقلوبنا سوى بسهامة فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر وردد الشيعة نوح والحالة فجيعة ينادون بالدلة ومصيبتهم فضيعة فوق الجسر مطروح يا كعبة الشيعة بالسم فتة ومهجتك واللون مصفر يا ولاد عدنان ومضر انتون معنين بهالبيت اسمع يا ولاد عدنان ومضر قلة الغيرة عن جسر بغداد ارفعوا شيخ العشيرة دبوا العمايم وامشوا بجانب سريرة ما تروحوا لا من صديق عليه ينغار انثالت الشيعة من كل جحذب وصوب اجوا عن جنازة الامام لكن شاوينكم بس واحد ما حضرتوا واحد ما حضرته في كربلة ما تغسل ما تشفن لا يوم نادى المنادي أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد الطاهر وإيدا بعشر من الأعوجية وطأت بها صدر أبي عبد الله هل من منادي أيوة حسينة وعن غريب الغادرية وين صارت شيعته ليش ما حضروا قبل ما تدوس العوادي جثته وعاينة وزينب تنخي من يشيل بعد عندك روح عند جدتك فاطمة الزهرة حالة روح عندك لكن الله يا زهرة كم جنى عزمين بنينك ظلت بلا موارا وشفتي عينك والسبب كله من الذي منو ما الذي فعل اكو سبب والسبب كله من الذي صقات ورث علينا الهضم والحسرات والنوم واحد ثلاثة ايام فوق السطح خلوه واحد على حمامي امامكم صاحب هذا اليوم سيدكم ومولاكم ملقا على جسر بغداد هان وين اصواتكم اذكروها الان ونادوا امامه واحد ثلاثة ايام فوق السطح خلوه واحد على حمامين فوق الجسر دبوه واما غريب الغاية هادري بخير أفاطم لو خلت الحسين مجذل
وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخير. يا الله تقبل اللهم عزانا، شافي مرضانا، احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا في أنفسهم ومتعلقيهم ومن يلود بهم. إلهي من أرادنا بسوء فأرد، إلهي ومن كادنا فكد، إلهي لا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين.